مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون ثلاثة، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا أي قوينا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. نفس الحجة، حجج الباطل، حجج أهل الظلم، حجج أهل الطغيان، حجج واحدة لا تختلف، إن أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون. هذا الذي نحن متأكدين منه، وهذا الذي يهمنا أمره، ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. يبقى الدعاء وأتباع الدعاء وأنصار الدعوة وأتباع الأنبياء ليس عليهم إلا البلاغ، أنت عليك الأخذ بالأسباب وليس عليك إدراك النتائج. أنت لن تسأل عن هداية الناس، لماذا لم يهتدي الخلق، ولكن أنت ستسأل هل بلغت دعوة الحق إلى الخلق. أما أن يؤمن أو يكفر فهذا أمر إليه، مرده إليه وحسابه على الله تعالى. فلابد أن تكون على ذكر من هذه المسألة. حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من فرط رحمته ومن فرط بشريته اللي هي البشرية الكاملة، الله عز وجل قال له لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. باخع نفسك أي مهلك نفسك.